بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الدرس إن شاء الله سنقوم بمثال عن كيفية إضافة ملفات ستايل الخاصة بالفا كنترولز. أولا نذهب إلى الفا تولز على الجهة اليمنى ونختار المكونين سكين مانجر وسكين بروفايدر. إذن المكون الأول ثم المكون الثاني نقوم بإضافتهما على فورم A أو على الواجهة، ثم نضغط على سكاين مانجر ونذهب إلى الجهة اليسرى. الجهة اليسرى نبحث على directory ونقوم بإضافة مكان تواجد الملفات الخاصة بأسكاين. إذن هذه هي الملفات ذات اللاحقة ASZ. إذن هذه هي ملفات ستايل. نقوم بنسخ هذا العنوان ثم نضيفه إلى سكاين ديركتوري. نقوم بنسخه هنا ثم نذهب إلى سكاين 9. سكاين 9 نقوم باختيار أي ملف من الملفات الموجودة لدينا. إذن سنختار هذا الملف الأول ثم نذهب إلى الأعلى وأكتيف نضعه فالس ثم نقوم بتشغيل. إذن هذه هي فورم عند التشغيل. الآن نقوم بالضغط على هذا الزر Active تصبح لنا هذه الواجهة، ثم Disactive أو Disabled نقوم بإلغاء ستايل. إذن أول شيء نقوم بإضافة الزر و Caption نجعل أكتيف، ثم نضع هذا سكريبت أو هذا الكود سكين مانجر أكتيف القيمة ترو، وبالنسبة للزر الثاني نضع فالز أي إلغاء ستايل. إذن بوتون A وبوتون 2، إذن زر A وزر الأول وزر الثاني. إذن تشغيل للمرة الثانية تغيرت الواجهة. الآن نقوم بتغيير الملف ستايل. نقوم بالضغط على سكاين مانجر ثم نختار ملف آخر مثال iOS Dark. تشغيل Active، إذن تغير الشكل Disabled. نقوم بالتغيير ملف آخر مثال هذا الملف ثم تشغيل إذن قام بتغيير الواجهة. إذن هذا كل ما في هذا الدرس.